فعلا ان شاء الله هذا كل امل كل الجزائريين وكل العرب في بلدانهم. في الاخير بعد كارما قلت انك في مرحله تحضير لعمل جديد، انت اليوم في الجزائر وجمهورك الجزائري عنده الحق انه يعرف بعض التفاصيل عن هذا الاعمال. هو فيلم عن سقوط دوله العرب في الاندلس في القرن ال16 اللي هو اخر الممالك العربيه التي حكمت شبه الجزيره الايبيريه اللي هي اسبانيا، دوله بني الاحمر، واخر نقطه احتكاك ما بين الشرق والغرب، اخر نقطه احتكاك حقيقيه ما بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه كانت هذه النقطه، وهي اللي انتقلت فيها مشعل الحضاره من الحضاره العربيه اللي كانت بتشيل مشعل الحضاره وكانت بتقود الحضاره العالميه الى الحضاره الغربيه التي ما زالت تحمل مشعل الحضاره هذه اللحظه، وما زالت هي الدول اللي بتقدم التقدم الانساني. فالنقطة دي جديرة بأن احنا نعمل هاي سبوت عليها، لأنها نقطة كاشفة للمستقبل أكتر ما هي كاشفة للماضي. يعني احنا ما زلنا نتكلم عن الفتح العربي للأندلس، وفي العالم الغربي ما زالوا يتكلموا عن الغزو العربي للأندلس، ما زلنا نتحدث عن تراجيديا السقوط، سقوط آخر، هم ما زالوا بيتكلموا عن حروب الاسترداد. في جملة دالة جدا لابد أن ينتبه ليها الضمير العالمي، عندما يتحدث ملك عربي زي عبد الله بن الأحمر ويقول أنني أدافع عن أرض أجدادي، فيرد عليه الملك الأسباني يقول له أو فرناندو أو إيزابيلا فيقول له إنما هي أرض بلادي أرض أجدادي أنا، من فيهم هو الذي على حق؟ عبد الله بن الأحمر أجداده قعدوا 800 سنة على هذه الأرض وأطفوا للحضارة الإنسانية يعني من علوم وفنون وآداب وتقدم علمي مذهل، أثناء ما كانت أوروبا بتغوص في قرون وسطى وكان البشر بيأكلوا بعضهم أحياء. لكن برضو إيزابيلا أو فرناندو لما بيتكلموا عن أرض شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي أسبانيا الآن إنها أرض أجدادهم، هم عندهم حق، مين عنده حق بقى فيهم؟ هنا بيقودنا لأن الضمير العالمي لم يصل لوضع خطوط فاصلة تفصل ما هو الفتح والإشعاع الحضاري اللازم لتقدم الأمم وما هو الاغتصاب والغزو والاقتحام. لابد أن احنا تعالوا نتفق، وهذا الفيلم فيه دعوة، تعالوا نتفق ما هو الفتح، ما هو الإشعاع الحضاري، ما هو التواصل الإنساني اللازم لتقدم البشرية، وما هو الغزو والاقتحام والاغتصاب.